سي حميد. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. التواجد ديالكم هنا الان في ضي تعوى وكفنان تشكيلي كتمثل الاخوه مقدمين، شنو رايك في هاد الطقوس وهاد التراث الامازيغي الاصيل وهذا الاسبوع الثقافي في ضي تعوى؟ شنو الارتسامات ديالك كفنان تشكيلي؟ فيما يتعلق بالتواجد ديالنا هنايا بجامعه ضي تعوى اقليم افران، هو تواجد ثقافي 100%، وكنشكروا الجمعيه المنظمه لهذا التظاهرة الثقافية والفنية، وكذلك كنشكروا الجماعة المحلية وعمالة إقليم إفران على هذا الحفل البديع اللي كتنظموا هذه الجماعة، وهي مناسبة رائعة لإحياء التراث الثقافي الأمازيغي بإقليم إفران الأطلس المتوسط. وفي الحقيقة الاهتمام بالثقافة الأمازيغية واهتمام التراث المغربي الأصيل، لأن بكل صراحة فهو إرث عميق يستمد جذوره من الماضي المغربي الأصيل، لأن ما نشاهده الآن وما نحضره الآن هو إحياء لجزء هام من التقاليد المغربية الأصيلة. وبالنسبة للاهتمامات الإخوة مقدمين في المسار ديالهم الفني، أن كان عندكم عدة محطات، من بين هذه المحطات الاهتمام بالفروسية وخصوصا الفروسية التقليدية. أوجه المقارنة بين الفروسية المناطق الأمازيغية والمناطق ديال بالخصوص ديال تاوناس، كفنان تشكيلي شنو يمكن لك بعيون فنان تشكيلي شنو يمكن السي حميد يقولنا بالنسبه كمقارنه؟ بالنسبه لينا كفنانين تشكيليين ومهتمين بالتراث المغربي، اشتغلنا على الثقافه المغربيه بشكل عام، والان حنا انتقلنا الى ما هو أمازيغي في علاقة تشكيل بالتقاليد الأمازيغية وخصوصا بالأطلس المتوسط. كان عندنا واحد المحطة بثقافة الاعتراف، بما يعرفوا بثقافة الاعتراف، اهتمينا بالتراث ديال سي محمد درويشة، التراث الغنائي الأمازيغي، والآن كنشتغلوا على ما هو ثقافي، خصوصا تجسيد مجموعة من اللوحات والمنحوتات التشكيلية اللي كتهتم بالثقافة الأمازيغية الأطلس المتوسط، مسقط الرأس الإخوة مقدمين بمدينة أزرو إقليم إفران. شكرا على الاستضافة سي حميد، ومسيرة موفقة إن شاء الله. شكرا على وجهك. شكرا.